السلام عليكم. بهالفيديو راح اشرح طريقة شلون نسوي table او tables، ما ادري اذا اسمها صح ولا لا، انه يكون في مثل table، شلون الفهرس حق العناوين، لا يكون فهرس حق الجداول الموجودة بالريبورت او بالديزرتيشن. هذا table content في فيديو منفصل يشرحها كاملة، و راح احطه يعني بالدسكربشن. وهذا الحين راح نشرح طريقه ال table of contents، table of tables. اول شيء خلينا نفترض ان خلينا نشرح لكم شيء الموجود. طبعا هو مثال ان احنا مثلا لو بنسوي بسبوسه شنو نحتاج؟ نحتاج شيره والمكونات البسبوسه اللي انا مسميهم ام بسبوسه، اللي هو المكونات الجافه. فبسبوسه يعتبر عنوان اساسي، وشيره اللي تعتبر عنوان فرعي، و ام بسبوسة هو عنوان فرعي من العنوان الأساسي. فهذول هم. لنفترض بنحط الجدول هني صوب الشيرة، نروح على هوم، بنحط جدول عادي، أو نفترض إن في جدول موجود. تنظيات جدول أحلى تنظيات. وينه شنو ضيعت هون؟ اوكي كاتيبل، سوري، نروح انسيرت كاتيبل. خلينا مثلا نحط جدول شي عادي، اي جدول. فالخطوة ان اللي بنحط جدول لازم نسوي له كابشن. شو نسوي له كابشن؟ نضغط رايت كليك، طبعا نحدده من هني، نضغط عليه رايت كليك انسيرت كابشن، فيطلع لي هني الخيارات. يقول انت الكابشن تسوي حق equation ولا figure ولا table، او بتسوي label من عندك يعني. لا احنا نبي table، فتقول لك تبي above فوق ال selected item ولا تحت؟ لا نبي تحت. format numbering هذه مهمة حيل. ليش؟ لان الحين لو تشوفون شنو اسمه، اسمه 1-1 table 1 من 1، بس شنو الون؟ شنو الون الثاني؟ ما ندري. ف خلينا نفترض نسميه مثلا شيرة. نزل الحين تيبل سماه شيرة. ايش صار هنا؟ خلينا نزل هنا. حلو. فالحين اول تيبل لو تشوفون اسمه تيبل 01 شيرة. ليش 01؟ لان هو يحط رقم الشابتر وراه الرقم مال التيبل، فكنا صارت مو مرتبة يعني، فخلنا نمسحها. فأفضل شخصيا إن الرقم الشباتر. شلون الرقم؟ نروح هوم، نروح هنا على الأرقام. شلون طريقة الترقيم؟ تبون أرقام عادية كذي أو بالشباتر؟ يعني مثلا بعض الديزرتيشنات يكون مثلا شابتر 1 يكون هيدنج 1. ارجعوا على الفيديو مال تيبل اوف كونتنت في طريقة الشرح مالته، بعدين ينزل بعدها heading 2 heading 3. فأفضل أنا حتى بالترقيم حق الشرح نحط هذه الطريقة، يكون عنوان أساسي 1، وعنوان الفرع اللي تحته heading 2 1.1، الفرع الثالث 1.1.1. شو صار 1؟ شيرة يعتبر فرعي من هذا، من بسبوسة. فش راح يكون الرقم 1. لا رقم غلط، هسي 1.1 أحط هيدين، هو هيدين 2 جاي يصير لخبطة، هو هيدين 2. أوكي كا أنا كنت محددة غلط. لو أمسح ترقيم هو هيدين 2، برد رقمي زي 1.1، آسف على الغلط اللي سوي. وروح على إم بسبوسة هو هيدين 2، فشنو راح يصير؟ 1.2. الحين هذا الجدول قلنا شنو راح نخليه؟ نحدده رايت كليك انسيرت كابشن بلو، فتشوفون 1-1 فورمات. احنا نبي هني، احنا نبي طبعا الكود شابتر نمبر اللي هو هذا. حد الحين اوكي، تبون يفصل بينهم بيريد ولا هايفن؟ انا افضل بيريد صراحة. يصير 1.1، خلنا نكتب مثلاً sugar. كا.
على التيبل الأول. لو نرد هني بنحط مثلا تيبل، قلنا insert، نحط تيبل كذي، كنت ما قلنا نحدده، right click، insert caption، شوف شنو اسمه 1.2 تغير. ليش؟ لأن هذا التيبل تحته. ليش راح نسميه؟ خلينا نسميه مثلا شنو يكون موجود فيه، خلينا نقول بس بوسته. اوكي كاو صراحة الطريقة بالضبط نفس طريقة الفيجرز، لكن اختلاف الخطوات. عقب ما خلصنا الحين كل الخطوات، يعني حطينا الكابشنز على التيبلز كلها، نروح على الانسيرت تيبل اوف فيجرز من ريفرنسز هنا. طبعا ما راح نحط فيجرز، راح نغير هنا من الاوبشن. لو مسوين فيجرز نختار فيجرز، هذا بالفيديو اللي قبله، لكن احنا بنسوي شنو حق التيبلز، فنختار تيبلز. وهنا تقدرون تغيرون مثلا شو بيج نمبر، تسوون الالاين حق البيج نمبرز اللي تبونه. نضغط اوكي كا تطلع لكم تيبلز كاملين وموفقين ان شاء الله.